بلدية تامر تنعاش التابعة لمقاطعة المجرية بولاية تقانت تشكل نموذجا حيا للمناطق الرطبة، مما يجعلها قطبا تنمويا بامتياز. في هذا المنكب من الوطن الحبيب تتنوع المصادر الطبيعية من نباتات وأشجار مثمرة. هنا يمارس السكان أنشطة زراعية ورعوية بالإضافة إلى الصيد القاري على مستوى روافد تامر تنعاش من مختلف جهاتها. تامر تنعاش تحتضن بين جبالها وسهولها مواقع سياحية قل نظيرها، وقد خلدها الشعراء في أكثر من مناسبة. تعتبر بلدية تامر تنعاش التابعة لمقاطعة المجرية بولاية تقانت من أهم المناطق من حيث جمال الطبيعة وتنوع التضاريس، مما جعلها منطقة سياحية بامتياز. نظرا لما تتوفر عليه من تنوع بيئي وبيولوجي أهلها بأن تكون منطقة رطبة تتوفر على مصادر طبيعية يعتمد عليها الإنسان والحيوان على حد سواء. هذه المنطقة اللي قالها منطقة تامر تنعاش منطقة قديمة، ما هي حديثة، وفي وسط تقع في وسط موريتانيا، فارقين بها ولايات موريتانيا، ما عندها حدود مع الخارج، كاملة تحدها ولايات موريتانيا من جهات كاملة، أنا أبنها في وسط وفي قلب موريتانيا، ومنطقة حقيقة توفر مقدرات، توفر على مقدرات هائلة كبيرة. يجب أن نفكروا بطريقة كدولة كشعب كمواطنين، فكروا دولة نستقلوها بها، ولا تعتبر ملك ولا خصوصية جهة من جهة، هي تعتبر منها منطقة مشتركة، منطقة تهم الناس كاملة بها، اللي تستفيد منها جميع الولايات المحددة من مقدراتها. لذلك الأساس اليوم لو هم نتحدثوا عنها هم ونختاروا حاولوا من زاوية أخرى نعرفكم عليها أكثر. هذه منطقة اللي هي تتوفر على مياه كبيرة، مقدرات مياه كبيرة، سواء المياه السطحية والمياه الجوفية. دوروا تعودوا تشوفوها ورايا اليوم في هذا في شهر نهاية شهر فبراير، معناها منها من هون لين اعتبروا منها من هون ليش بداية يونيو دور تم هذه المياه موجودة. غير للأسف الشديد هذه المياه ما فات استقلت نسبة 5%. تقدروا تشوفوا النخيل وتشوفوا الزراعة اللي يعيشوا نوع من نقص المياه، وهي مجاورتهم المياه ما بينها معاهم 50 متر. هذا تناقض كبير، انخال عطاش وفاص في الماء ويلود الماء، والحريث القمح اللي تقدروا تشعودوا تشوفوها في بليدات من 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 هذا الانتاج واللي عطشانة، وهي مجاورها ما بين معاها 50 متر. معناها بنفهم أمور يجب التفكير فيه، ويجب أن نفكروا ونتخذوا العدة، نجب أن نستقل بذي المياه اللي هي إياك، نزيدوا بهم إنتاجية المنطقة ونزيدوا بهم دخل المواطنين ونتم استغلالهم. ناهيك عن المياه الجوفية اللي ما هي عميقة، أعماق اللي فيها ما يتجاوز 25 متر، تقدر تمشي لين تجبر 50 متر مكعب للساعة. وإلى حد الآن فيه المناطق اللي توقع في منطقة تامر قرى اللي هي عطاش، مواطن عطاش ويشرب ولا هذا الماء المطروح، الماء اللي ما هو صالح للشرب. وعلى حقيقة أمر يجب أن نفكر فيه، ويجب جهودنا كاملة تضافر فيه إلين كان نقد قجر ذا الواقع اللي هو، ونجاوز التحديات اللي مطروحانا. هذا من ناحية تلمية، من ناحية زراعية تربية الحيوانية دور مولي لا ينعتوا لكم الصور تشوفوا فيهم حقيقة بصفة واضحة وجلية المقدرات اللي تتمتع بهم المنطقة على مستوى الزراعي.
سواء زراعة النخيل، سواء زراعة المطرية، سواء زراعة هذه فيضية، وتوفروا على مراعي ما هي موجودة ولا هي متوفرة في كل بلدة. من اللي نعتبره من عندنا موسمين الخريف، موسم الخريف اللي طبيعي تشتركوا فيه مع موريتان كامل زمن تهاطل الأمطار، وموسم خريف آخر يبدأ من شهر أبريل، هو بدت لين تنسحب المياه اللي كانت موجودة على السطح، الأرض تخرف وتجيها الناس من كل جهة من الولايات الأخرى تستفيد من ذاك المرعى لفترة مولي فلكية مهمة، أبريل مايو يونية يولية. بلدية تامر تنعاش حباها الله بمناظر أخاذة، رسمت لوحة سياحية فريدة بين أودية النخيل والجبال والسهول والبطاح، لتحكي قصة شعب أراد أن يتخذ هذه الأرض موطنا ومنطلقا للجهود التنمية الهادفة إلى وضع الأسس القوية لقطب تنموي يوفر للمواطن مستلزمات حياة كريمة في هذه الأرض المعطاة. عندنا مقدرات سياحية كبيرة، من اللي عندنا في الشرق مطماطة بلاد انطلاق الواد من فم إلى قبو، هذا هو مجرى واد تامر تنعاش اللي يمتد على قرابة 80 كيل كاملة، ما فيها منطقة لا يدخلها منساتك والأخرى بتنوعها البيئي، تنوعها على مستوى الحيوانات اللي موجودة البرية والطيور والأشجار والنباتات والمواقع اللي حقا متميزة اللي موجودة واللي معروفة. هذا من ناحية ثقافية نعتبره بأننا نحتضنه اليوم واحدة من أقدم المدن على مستوى ولاية تقانت، سبقتها هون على مستوى الولاية مدينة الشيت اللي هي مدينة قصر البركة. لذلك هي خراب نهجر ولا فم العناية اللي يتطلب ويستحق علينا كاملين كمواطن وكدولة، نعتبر منها لا مازالت ناقصة، كان بالنسبة لنا يستحق عناية أفضل، عناية كبيرة بها اللي فعلا استفاد للسنة والله سنتين من تصنيف لأول مرة، نعتبره اهتمام ولفتة من منطقة وطنية ملك وطني، وهذا مهم، ونعتبره قاعد تامر كامل مقدراتها منها ملك قومي البلد الموريتاني والشعب الموريتاني، ولا يرضى تندار بذي الاعتبار وذي القالب. فم عندنا مقدرات من ناحية الاقتصادية وتابع في مجال مقدرات سمكية ذي قال له الصيد القاري، مقدرات كبيرة حتى بنحن هم بدأنا نستفاد منها وبدأنا نستقلوها وبدأنا توفرنا موارد جديدة مالية، وهذا فضل يرجع لسياسات محلية بعيد من أي تدخل قد تخلق على المستوى الجهات المعنية به، اللي كانت هون تستفيد منها لا الأجانب هي اللي تجي تصيد هون لمستويات كبيرة، ولكن حاولنا نقل ذيك المعرفة وذيك الخبرة للمواطنين هون المحليين اللي عادوا يعرفوا كيف يقبضوا سحوت وكيف يحاولوا معالجته لنعود صالح التسويق على مستوى البلدات اللي تطلبه، وهذا نعتبره اليوم عاد توجه اللي ندور نرجع بأنه يحتاج نوع من المواكبة من ناحية التكوين، من ناحية التنظيم، من ناحية التأهيل، من ناحية إدخال فنيات ولو بسيطة. أنبيكة عاصمة البلدية تأسست في هذا الموقع الأخاذ الذي يتسم بالجمال ويتميز بالعطاء نظرا لتموقعه بين الرمال وواحات النخيل، وعبر هذه اللوحة التضاريسية جادت عبقرية الشعراء والأدباء الذين سطروا أمجاد هذه القلعة الضاربة في أعماق التاريخ من خلال قصائد وثقت لحقبة من التميز والتألق. راكم شفتوا هاي تامرت أرض فتبارك الله جميلة، فيها فتبارك الله أنواع الأشجار والزراعة، الناس تبحث عن لما تحدث به، وإحنا فتبارك الله نقول ما قاع ينقلع عنا فياك نحدث، معناها أن ما مطروح عنا مشكلة لما فتبارك الله ولا مطروح عنا مشكلة الأرض الزينة، اللي مطروح عنا إلا ضعف. وتوه يا الله الدولة ترد لفتة على التامورت، تامورت أرض جميلة تغناوا عليها المغنيين، الشعراء اللي مشاو عنها بكاوا وماتوا هم يبكوا عليها، مثالنا قريب سيدي محمد القصري قال نكرة شباشي المجيد وراح أخلاقي من فقد جديد، شوف برق أخلفت البعيد بالتلان أرعاه بالأبصار والميزن فوق قاسم البليد، لين قرشت إنه فوق ديار القصر والعين، لين قرشت إنه فوق ديار القصر وانت الواشيد وقلاب وتمر ونفار، ودور في ذاك من جريحات المسايد يتقطع الأخضار ومزاري قص اللاوطيات الزرقيق من الأحجار،
قال له ابو مدينه صاحبه، قال له انت شيباني لا تشبهش، ما يلا تشبش. قال له مشبش بعد؟ قال له ما عاد تشبهش صغير، ولاهت لمان الله زاحل، قذ قذ عاد عذير فظهر تقانت من ساحل، وزقزيق ازرق وقدير في زواز الكدية واحد. يقول سيدي محمد والبا احمد الصغير محمد، يقول عاقبة سداري في الدخل، راعي احسن لعقوبه فمام الجرجي والنخل والشق وطير طوبه. والجرجي ذاك كل شيء توه قبيل، الشق وطير طوبه بريده ساحل ذاك طير طوبه، لا الطوب له وطير منه طوبه يجي كلمه. على انك فتبارك الله ما تحتاج تعطش فيها ولا تحتاج للجوع، فتبارك الله ما شاء الله تبارك الله. تتنوع التضاريس في تامر تنعاش من خلال مواقع سياحية قل نظيرها، وتجمع بين الجبال وأودية النخيل التي يعتمد عليها السكان في حياتهم، حيث ارتبط المواطن في تامر تنعاش بهذه الأرض التي حباها الله بأودية زراعية تساهم بشكل كبير في خلق مداخل معتبرة للسكان المحليين. ودخلة تبدأ من هون مسوحلة، قالها دخلة وراك بيدي نقاول الكراء ويمشي للمدينة للدشرة مخل متواصل، ما زالت أصحاب خارجة الناس أغنياي وواحد نفسي، وقلت أصحاب انقاص ياسم من ثمارهم وعاد محتاج لا يوفر لهم الماء والتزريب والحضر على الحيوانات اللي تجي من فاجر من بعيد، والناس هون ما عندها الحيوان، لقي يجي الحيوان من بعيد ياكل، وعندها الحريثه اللي حاش تنخل، الحريثه اللي تحت تنخل هاي اللي قاعد ما حرفة تسنم، لا الناس وحدت عنها بشي ساحلة. وفي المجال الزراعي تعتبر منطقة الفشحة من أهم المناطق الزراعية، خاصة فيما يتعلق بزراعة القمح التي تستفيد من كميات المياه المعتبرة التي خلفت الأمطار. ذي البليدة ينقالها الفشحة، شي ينقال الزراعة نامية فيها بكل شكل بكل شكل بكل شكل. القمح قمح الدولة وقمحنا احنا هذو ناميين فيها، وتنمية الحيوان مولي نامية فيها الربيع بكل شكل. يا غير طالبين احنا من الدولة حماية، شن هذيك الحماية؟ شن قالوا قرياش وشن قالوا المكاين يعيننا. وعلى مستوى تامر تنعاش تمارس التعاونيات النسوية زراعة الخضروات في هذه المشاريع الواقعة في باطن هذه الأرض المعطاء. وهنا تحرص هذه المرأة الريفية على مضاعفة الجهود من أجل رفع التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي. تعاون استدر المشرع تابع للوحات، وزينة تبارك الله ومليانة من الخضرة الزينة، فيها صبهم وفيها كاروت وفيها طماط وفيها برجين وفيها الشم وفيها الحرور وفيها الجيارب وفيها الأكواز، ولا باقي شيء من الخرات ما هو فيها تبارك الله، وراجل منها ياسر ما شاء الله من النتيجة، ولا نبيع فيها ونأكل. يا قاية تعاني من قلة الماء وقلة الحضن وقلة الدواء، هذا كامل واقع لها، رأيها لا مرضى بها الوجع، ونظلوا نشاتوا الحيوان ما لنا رأي شي نديروه عليه. مشروع تيتان الزراعي تجربة رائدة قام بها هذا الرجل، فسارع في غرس النخيل وتوفير المياه الضرورية بواسطة بئر ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية، وقد وفر الظروف الملائمة لزراعة أنواع مختلفة من الخضروات، بدأ تصديرها إلى عاصمة البلدية نبيك بل وإلى المناطق الأخرى، كما قام بتربية الحيوانات من خلال زراعة أعلاف الحيوان التي توفر الكلاء للماشية داخل المشروع الذي اعتمدته وزارة التنمية الريفية كتجربة ناجحة يمكن اعتمادها في مناطق أخرى. هذه المنطقة اللي هي قمنا بذي التجربة فيها نتيجة بعض من الدراسات قاعد قمنا بهم في المنطقة هون، نشوفوا هوامش النمو اللي متاحة اللي ما زالت تقدر توفر للمواطن دخل وتساعده على حياته، وجبرنا من أكبر ذيك الهوامش وأكثر ظروف الملائمة لها هي زراعة الخضروات هم في المنطقة، ولو كانت ما هي معروفة حتى قط الدولة عدلت بعض من التداخلات بصالح بعض من التعاونيات النسوية الصغيرة على مساحات محددة، غير اليوم في إطار برنامج وعلاقة جديدة مع قطاع التنمية الريفية
وخصوصا مشروع الواحات به اللي هو نعتبره بنا منطقة واحاتية، وهو المشروع اللي له قدر من الزمن هون يأطر مزارعين ويأطر زراعة النخيل هون وزراعة الخضروات. عاد هو باسم وزارة التنمية الريفية ومن خلاله هو اللي متابع معانا ذا العمل اللي قايمين به، وهذا هدفه. إياك تامور تسجل هالدولة ويسجل هالقطاع قطب من أقطاب إنتاج الخضروات، وهو الحمد لله اللي حصل وتم التصريح به إبان زيارة وزير التنمية الريفية الأخيرة من التامور. تعتبر قطب من أقطاب إنتاج الخضروات بالنسبة لموريتانيا. راجين بنا تعود مشاركتنا في سد ذاك العجز لإنتاج الخضروات للبلد، نعود مشاركتنا فيه كبيرة ومرضية بين المواطنين بدأت تتهيأ بتأطير فعلا القطاع. واليوم نعتبره بأن عندنا مساحة تقارب 30 هكتار متفرقة بين المساحات، ونعتبره بأن المكان اللي احنا موجودين فيه بأنه منطقة هو المكان الريادي هون من اللي قمنا بتجربة، واعتبرناه بأنه حقل مدرسي لا نقوم به جميع التجارب ونعتوا فيه جميع تقنيات اللي يابا تعدل، ولو ما زلنا في بداية وراجين منها تتطور يا قير بعد. اخترنا نعدلوا هنا موذج من نماذج تنمية إنتاج الخضروات، إنتاج النخيل، تربية الحيوانات، تسمينهم أو إنتاج الألبان من اللي للمزروع فيه إضافة للفصائل من خضروات مختلفة، كيف البصل وكيف التمات وكيف كاروت وكيف ناف وكيف سبومة وبتراف وذيك الفصائل كاملة وناجة والدلاح. فم زراعة مساحة كبيرة مخصصة لزراعة الأعلاف، فتنبدأ أننا نزرعوا ذيك الزراعة ذيك، وذي هي متبارك إن شاء الله في ظرف وجيس وتقدم الحيوانات اللي موجودة هوناتي لراجين بن هذا. أصبحنا موذج نعدل منه سلسلة من نماذج على مستوى المنطقة، وفهم توجه كبير، قمنا بمجهود كبير واجبرنا دعم حقيقي من وزارة التنمية الريفية، ذاك المجهود يتمثل فاش. هذه منطقة صالحة لدى من حيث المناخ، من حيث التربة، من حيث الموارد الأساسية اللي هي المياه. وعلاوة على أن الأراضي الرطبة في منطقة قبو تشكل نموذجا حيا للمناطق الرطبة، وذلك لاحتوائها على مصادر معتبرة في مجال الصيد والتنوع البيولوجي والبيئي والمحافظة على الغابات، كما أن مصادر المياه فيها تدعم أيضا حياة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنواع الحيوانية وعينات من النباتات والأشجار التي ألفتها أفواج الطيور الوافدة إلى المنطقة بحثاً عن الماء والخضراء. هاي المنطقة اللي هي منطقة زراعية رعاوية، ويصبوا عليها وادين كبار، واحد يجي من شورة قص البر من شورة الواد الأبيض يصب عليها من زر الساحلي، وواحد يجيها من شورة سهوة قرو وسهوة كيفة وقدية، وهذا يتلاحق هون هذا المفهوم، وعنده منطقة زراعية موثوقة صالحة ما خاصة يكون حد يستثمرها، ومن نعود يعطيها الله الماء، تعطي عامين وتعطي عامين فيها الماء يحرثوها تحرث الناس كاملة، يجي حد يحرث ما أعلم بعلم حمد به يحرث ويقبل زرعه وتماشي والله درقانه، ويبقى هون ياسر بالمرتع إذا ما يخسروه الناس اللي يجي من المرقب، يقبضوا كا وخاي ذاك ربيع كامل يلاحقوه، إياك يقبضوا الحوت يقبضوا منه ياسر، هون منهم واحدين قالوا عنهم جايين من كي هيدي، ولاحقوا منه شو ما يوفوا، أهل هون ما يعرفوا قبضوا. وفي مجال التنوع البيولوجي تشكل مطماطة واحدة من المواقع التي تؤوي تنوعاً بيولوجياً مهماً نظراً للأعداد الكثيرة من الحيوانات البرية، خاصة التماسيح التي تعتبر من الحيوانات المدرجة على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.
قصر البركة قلعة ثقافية تحكي عن ماض ملؤه العطاء والتميز، تأسست منذ أكثر من 400 سنة وما زالت جدرانها صامدة رغم عاديات الزمن. المسجد الجامع لقصر البركة يجسد عظمة الرجال المؤسسين، قوم كرام مروا من هنا وبقي الأثر. هذه المدينة التاريخية التي صنفت من التراث الإنساني المشترك تحتاج اليوم إلى مزيد من الدعم والتثمين باعتبارها موروثا إنسانيا مشترك تجب المحافظة عليه. تحتضن قصر البركة في طياتها بعدا ثقافيا وحضاريا أسس لحقبة ومحطات هامة من تاريخ بلدية تامورتن عاج، فأضرحة الرجال المؤسسين لقصر البركة تجسد البعد التاريخي لهذه المدينة القديمة التي خلدها أبناؤها من خلال مؤلفاتهم التي سطرت أمجاد الجيل المؤسس. هذه مدينة قصر البركة التاريخية التي تم تشييدها منذ ما يزيد على 400 سنة، واقعة في هذا الموقع الذي ترونه، فهي تقع في منطقة شمال الوادي الأبيض وجنوب السلسلة الجبلية التي يشكلها قرب حيب الله، السلسلة الجبلية التي ترونها، وهذا مسجدها العتيق الذي كان معمورا بالمصلين، لا تزال جدرانه قائمة ولا يزال محرابه لا يزال قائما، وفيه البقايا التي تدل على استخدامه كمسجد جامع، أبوابه المفتحة على كل اتجاه ولا يزال كما ترى، هذا هو المسجد ولم يضاف إليه شيء بعد تلك الفترة. إذن هذه مدينة قصر البركة وهذه حدودها، الوادي الأبيض من جهة الجنوب والسلسلة الجبلية من الناحية الشمالية، وهنا منازل لا تزال معروفة لأهلها مثل مسجد، مثل منزلي أهل الشيخ الغزواني، بيت مشيختي الطريقة الأقضرية، ومنزل الشيخ أحمد الله دبة، ومنزل سيد محمد والسيد أحمد الأحمد الذي لا يزال قائما، ومنزل أهل فهد والأبو بكر القاضي الذي لا يزال معروفا، ومنزل المختار وكذلك والمحمد الصغير الذي لا يزال كذلك معروفا، وهذه المقبرة التي نراها إلى تلك إلى الشمال الغربي من المدينة، كذلك شاهدة فيها الأعلام وفيها الجماعة المؤسسة لقصر البركة، أول إقامة قصر البركة لا تزال كذلك معروفة ولا تزال مقابرها معروفة. إذن هذه مدينة قصر البركة وهذا موقعها الجغرافي وهذا تاريخها ولا تزال شاهدة على نفسها. وقد ساهمت مكتبات تامورتن عاج في التعريف بتاريخ قصر البركة الذي يعتبر جزءا هاما من تاريخ وامجاد هذه المجموعة، وقد ألف السيد سيد أحمد البكاي كتابا تحدث فيه بإسهاب عن أهم المحطات التاريخية التي مرت بها قصر البركة. تامورتن عاج تعتبر منطقة سياحية بامتياز خلدها الشعراء وتباروا في ذكر محاسنها وجمالها، وكان للكلمة حظها من الجمال ووقعها في النفس في تناغم بديع. المنطقة تزرع كاملة بشتى انواع البذور اللي تندار في اطار الزراعه، من عنداد لقان، قايس الزرع، قايس الافندي، قايس القمح، قايس كل شيء سوشن هو من هذه الانواع الزراعه صالحه له تبارك الله المنطقه. اضيف الى ذلك اعلنها تنشبر فيها جميع الاشجار اللي تعود في ذا النوع من المناطق اللي هو المناطق الرطبه، وهي تبارك الله موجوده فيها هذه الاشجار كامله، كيف السدر وكيف الطلح وكيف التمات وكيف امور عنده ميزته من صلاحته وورقه وذاك اللي يعدل به.
والطلح عنده ميزته من علكه ومن ورقه اللي يداوى به وحالته كاملة، والسدر عنده ميزته من ذاك اللي فيه من النبق وذاك اللي فيه من ورقه اللي يعدل به الدواء، وإلى آخر القائمة تطول من الأشجار. إذا ما فيه أشجار تبارك الله مثمرة ثمارها إنتاجه زين ما هو موجود في هذه المنطقة، يا غير ملي لأنها حقيقة ينقصها ياسر من الدعم. وفي ذاك الإطار قطعا بن ذلين قال له الدولة احنا مأملين فيها ياسر، فاتت دعمت وطامعين منهم ولي الدعم. منطقة تامر تنعاج الواقعة في سلسلة جبلية وعرة يصعب الوصول إليها وحتى على متن سيارة ذات الدفع الرباعي. للوصول إلى كنيكر وهي قرية ريفية تقع بين هذه الجبال الصامدة، تمكن فريق برنامج موريتانيا الأعماق من الاطلاع على أوضاع الساكنة وإيصال رسائلهم إلى من يهمه الأمر. هذا كنيكر، هذا فيها القراب اللي المجموعة القرية اللي قال لها كنيكر اللي انتم فيها حال الله، قرية هي شرق من هون قال لها قرشها كنيكر، وقرية ساحلة هي قال لها رقبتها كنيكر، فارقين بغنيق هون مساحته الزراعية 650 ولا 660 هكتار، وعايشة فيها 860 مزارع. معاشها وحلتها واقتصادها الواحدة فيها لا زراعة شيء ما، يا شوية تنمية الحيوانات، لكن الزراعة وتنمية الحيوانات لما 500 كانت جاية جفاف متين وضرت حتى منه. والغليق، الغليق اللي احنا هو مصدر معاشنا ومصدر اقتصادنا، فيه خلل عقبله يعدل، يقال بقى فيه خلل. عنده مفرشة يمشي معها لتروبنا إذا مثل الغليق، حتى يمشي معها اللي زايدة لمدي 50 متر هذيك المفرشة، قربات لها التراب يعادل مقاع ما تلا يحصر في الغليق، هذا لا يجي وخل فوق المفرشة وتو. عنده زر التلي معدل ملي أكثريته من الأحجار والتراب، وشوفوا هو قبال جو الواد معدل بالتوار مين يختاروا هي الحقيقة السلطات المعنية تعطينا عناية وتصلح لنا الغليق. الماء اللي يجبر منها ما هو كاهي اللي ليها لا بومب بومب سولير، وبومب سولير ضيفة ما هي من بومبات البتنات، ولا تطلع من الماء اللي ساقي ما يسقي كاع الدشرة، معناها الدشرة عطاش لها حتى العطش الكبير. احنا هون بعيد من عاصمة البلدية وبعيد من عاصمة المقاطعة، والخريف يقطع بيننا احنا هما المفتام تنقطع عنا الطريق، وفارق بينا يوصل من الناس هون دابر وبراق وقرش اكنيكر وقرش دابر ونتاكش، يوصل من القرى فارقين بينا هون. نختاروا تعادل لنا ليس هون يتم اولادنا وابناتنا اذا نجحوا في الاعداديه، يجبروا دادية يقرأوا فيها هون. احنا لهم سكان تقانت الحقيقيين لهم اللي لحصير تقانت، الطريق مشات من المجرية وبعدها تجيك قطعنا عاصمة الولاية والمجرية مقاطعة، هالطرق أصلا يا الله يعدلوا اقتصاديا إلا إياك استفاد منهم بلدنا كثر الشعوب، والشعوب تقانت أكثرهم وزر الشرهيلة نقتلوا الحقيقة الطريق نعطالها إناية. ولو إلى عاد ما قاد يعدل لنا قدروه إلين يقلل للسماس ويقلل مع دوت تعدل لنا بعد صالة هذه رقيبة التامورة هذه، وتعدل لنا طريقة للألم ونختار ونعاون بهذا. هذه عن منطقة أكنيكر هذه الواحاتية اللي تمتد على 7 كيلوات بدءا من الجديد إلى نهاية مقاطعة الأحجار. هذه المنطقة تكون 7 كيلوات وقطع عنها في النخيل كما تروا. جابر قدر من التحديات منها اللي قال له الجراد الزاحف فيها حالة، كذلك هون نقص في المياه بالنسبة
لهذه المنطقه اللي هي وتون اختو نقولوا اولا تسجيج يعود شامل يعود في كمنا هذا اللي قالها الحيوانات وتوه نبقى مودي الى عادي قد تجبر تعطينا الدوله مساعدات انشار فيه بير والله اثنين لزراعه الخضروات معنا بعد نعدلوا منها الشكل بشكل تقليدي قال لا على الحسيان لا وتون نبقى بيرين والله لا ارتوازيه. تعتمد أكنيكر على الزراعة من خلال هذا السد الذي تم تشييده منذ سنوات، وقد ساهم خلال عطائه في توفير الغذاء للسكان، سيما أن المحاصيل الزراعية حسنت من أوضاعهم المعيشية رغم الأعطاب التي لحقت بالسد والتي تحتاج اليوم تدخلا عاجلا. عندنا هذا المشروع اللي قالوا مشروع أكنيكر، مشروع أكنيكر طوله 7 كيلوات وفارقين بها 3 شهور وعملهم اللال حريثه، هم اللي عندهم العمل عندهم من الشقل وش اللال حريثه يحرثوا فيه الزرع وهاد اللقان والقمح والله ومشكلة طوارك عنده مصرفه اللي ياخذ معاه هلمه المصرف قاصف المصرف قاصف يجلمه من فوقه ويهيلوا اللي من لورا والرباين اللي وجههم مارك يشيل مهم اللي من فوقهم لا بد لهم ان يزودوا وبالتالي طالبين من الدوله انها تعرف له شيء وتزودوا وتمنعوا شوي. وتعاني بلديه تامور تنعاش من تحديات تنمويه تتعلق بضروره تثمين مصادرها الطبيعيه وجعلها منطقه رطبه تحظى بدعم الشركاء في مجال البيئه بالاضافه الى العزله ومشاكل اخرى. هذا الصال مقدرات الهون تعرف تشهد قدر من التحديات كبرى الجسام اللي نختار نذكر منها على سبيل المثال الحصر قضية العزلة وخاصة بالنسبة للمناطق الإنتاج. عندنا هذه المناطق الإنتاج اللي تكلمت عنها تعيش عزلة كبيرة خانقة من اللي بلدية كاملة في منطقة تامر تنعاش ما يقد يحرك فيها ما هو حد على سيارة رباعية الدفع، وهذا ما هو ملائم الى انتجنا كيفية الله ننقل بها انتاجنا للاسواق وخاصة السوق المركزي البلدية لا يعود مكلفة تفوق وسائل الى اتينا وسائل الانتاج واليات الانتاج مولي الله ننقلهم المناطق الانتاجية ذا هو ذا مكلف، وهذا مقاطع قصيرة بعدل فيها وطوله 9 كيلوات ويمشوا من فم الى 150 متر عايد مجرى بين وادين وهو كافيته 150 متر فاكر عزلة عن منطقة إنتاجية كبيرة ولا ظاهر اللي منه منطلع. هذا تحدي كبير اللي هو قضية العزلة. التحدي الثاني هو كيف قلت قبل هو استغلال ذي الموارد المائية الموجودة اللي لا بد للزراعة منها، المياه السطحية المياه الجوفية اللي اليوم مازال عنا فاصلة فيها وهي مازالت متاحة موجودة ولانا قادرين نستقلوا ولانا قادرين نستفادوا منها. فم ذي التامورت يهدوها مولي عدة عوامل تصحر فيها مناطق في بعض من روافدها الأساسية اليوم تعيش ردم، نقول بأنه ردم كبير بها اللي الغابات اللي عليها نتيجة البطش الإنسان ونتيجة الإهمال وذا كامل ذيك الغابات تم قطعها وتمت إزالتها وجاءت في بلدها علاب وذيك العلاب قايل منها فترة من الزمن ما هي طويلة لين ما يتم تدخل منسق ومشارك فيه المواطنين واعين أهمية دوره من مجرى تامر تنعاش لا يتغير مجاريه والمياه اللي فيها الدور تقبل وجهة ثانية ما نعرفه هي في منين. Let's go.
على مدى أسبوع كامل صال وجال برنامج موريتانيا الأعماق في مختلف مناكب تامور تنعاج. وصلنا في هذه الحلقة إلى تجمعات سكانية ومواقع سياحية ولأول مرة لنستنطق البعد التاريخي والحضاري لموقع قصر البركة وما يختزله من حكايات وروايات أسست لحقبة تاريخية ملؤها التميز. لم تثنينا العزلة الخانقة التي تشهدها بعض المناطق، خاصة تلك الواقعة بين سلسلة جبال وهضاب تجارد، لنعود بانطباعات تعكس تمسك الساكنة بالقيم والمثل التاريخية التي ميزت عطائهم على مر العصور. في نهاية هذه الحلقة من برنامج موريتانيا الأعماق نتقدم بالشكر الجزيل إلى الفريق الذي أشرف عليها، في التصوير أحمد والحراكي، في الإخراج شيخنا والعثمان، وفي المونتاج مولاي والسيدينا. وهذه تحياتي أنا محمد الزمزام.